السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيا حال ہیں سب کے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. جی تعوذ تسمیہ اونچی آواز سے پڑھو، پچھلا لیسن پڑھنا شروع کرو. بلى من أسلم وجهه لله، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو محسن فله أجره عند ربه، فله ولا خوف عليهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن وهو محسن فله أجره عند ربه، وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن فله أجره عند ربه، وهو محسن فله أجره عند ربه
وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 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 پڑھیے تین دفعہ بلا من اسلم وجهه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء تین مرتبہ پڑھیے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم تین مرتبہ پڑھیے كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين میں ذال پڑھیں گے یا زا پڑھیں گے یا زال پڑھیں گے ذال ٹھیک ہے ذا نرم اور اسی طرح مثلا میں سا ٹھیک ہے سین کی آواز نہ آئے پڑھیے شابش وقالت الیہود سے پڑھیے فالله يحكم بينهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يوم القي ناكي قيامة قي ٹھیک ہے قيامة پڑھئے يوم القيامة يوم القيامة فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون تین مرتبہ پڑھیے بلا من أسلم بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست ومن أظلم ومن أظلم 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 ممن منع مساجد الله مساجد الله
أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها جہاں پہ وقف کراؤں نا وہاں پہ ہلکا سا نشان لگا لیا کریں اور جہاں غنہ آ رہا ہے وہاں پہ بھی نشان لگائیے. کچھ لوگ غنہ کا دھیان نہیں کرے تو پھر آگے پیچھے زیادہ ہو جاتے ہیں. میم من پہ نشان لگائیے. میم مم منع دو جگہ پہ غنہ ہے. این یذکر یہاں پہ بھی آواز کو ٹھہرانا ہے یہاں پہ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا تین مرتبہ. فيها اسمه وسعى في خرابها وسعى في خرابها أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها تین مرتبہ. ٹھیک ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ سے پڑھیے. أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين تین مرتبہ. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها
ومن أظلم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. کچھ لوگوں نے یدخلوها کی مت پڑھی نہیں ہے، یدخلوها پہ بھی مت ہے. اولئک سے دوبارہ پڑھیے. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم في الآخرة ٹھیک ہے میں نے صحیح پڑھا في الآخرة کیا غلطی ہے غلطی کیا ہے کسرم کس چیز کا خا کا ٹھیک ہے فی الاخی اب ٹھیک ہے اس طرح ٹھیک ہے آواز خے نہیں پڑھیں گے فی الاخیراتی پڑھئے فی الاخیراتی فی الاخیراتی نہیں ابھی بھی خے کی آواز آئی ہے خی 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 فی الاخیراتی فی الاخیراتی لہم فی الدنیا سے پڑھئے تین مرتبہ لہم فی الدنیا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه وهو محسن سے دوبارہ پڑھئے اور فله پہ مد ہے وقالت النصارى ليست اليهود
ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب غين پہ آواز پلٹے گی والمغرب والمغرب ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب تین مرتبہ ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله تولو تا پہ پیش پڑھیے پڑھیے فأينما فأينما تولو فثم وجه الله فأينما تولو فثم وجه الله فأينما تولو فثم وجه الله تولو لام کے بعد واو بھی ہے پڑھیے فأينما سے فثم وجه الله فثم وجه الله تین مرتبہ پڑھیے فأينما تولوا فثم وجه الله فأينما تولوا فثم وجه الله وجه الله ولله المشرق ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم إن الله واسع عليم إن الله واسع عليم تین مرتبہ ان اللہ واسع علیم ان اللہ واسع علیم ان اللہ واسع علیم ومن اظلم أن يذكر ہے یا يذكر يذكر ومن أظلم سے پڑھئے ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض سبحانه بل له ما في السماوات والأرض سبحانه بل له ما في السماوات والأرض
كل له قانتون كل له قانتون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون كل له قانتون تین مرتبہ پڑھیے بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض تین مرتبة بديع وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ 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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فيكون وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون تین مرتبہ وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإذا ولله المشرق ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات یقول جو ہے نا اس کو ایسے نہیں پڑھنا یقول لہو لہو نہیں یقول
پوری حرکت ہے اس کے اوپر پیش کی، یقولو لہو نہ کہ یقولو لہو، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لام کی حرکت کو پورا ادا کرنا ہے، چھوٹا نہیں کرنا اس، ٹھیک ہے؟ سبقی تو کرتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ پورا پورا ہفتہ آپ سبقی نہ سنائیں، یعنی پیچھے سے نہ سنائیں، ایسا ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پڑھنا یاد نہیں رہے گا آپ کو، اور پھر کورس کے آخر میں تو ٹیسٹ ہوگا حفظ کا، اور صرف اس صورت میں سرٹیفکیٹ دیا جائے گا جب حفظ بھی یاد ہوگا اور تلفظ بھی درست ہوگا۔ تو اس لیے آپ لوگ ساتھ ساتھ لیول ون، لیول ٹو، لیول تھری میں بھی ایڈمیشن لے لیں، ٹھیک ہے؟ فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔